السلام عليكم، انا شكري وهعمل معكم النهارده نوع مكرونه جديد خالص، ومش هقول حصر ومش هقول الكلام اللي هما بيقولوه في اليوتيوب ده، بس انتوا هتشوفوه بنفسكم وهتجربوه وهتذوقوا طعمه. نوع جميل جدا، مكرونه كريميه بالكوسه، هتشوفوها جميله جدا وطعمها احلى من شكلها زي ما بنقول، وشايفين منظرها طبعا عامل ازاي. على بركه الله نبتدي الشغل. انا عندي الوقت الحله مع النار بتغلي، فشويه ملح وشويه زيت هسلق فيها المكرونة. عندي 300 جرام مكرونة، يعني تلت الكيس لو كيس كيلو اللي انت بتشتغلي بيه. هسلق المكرونة سلق عادي خالص، وارفعها من النار بعد ما تتسلق، وابرد عليها واسيبها اركنها في جنب. اهو سلق مكرونة عادي خالص. عندي حلة تانية هعمل صوص البشاميل. اهو حطيت معلقة سمنة، وادي المعلقة التانية، معلقتين سمنة حطيتهم عشان نعمل البشاميل اهوت، ومعلقتين دقيق، ادي واحدة وادي التانية، وهقلب على بعض. وعندي نص كيلو لبن محطوط على النار جنبي. لبن لما بيبقى سخن بيخلي البشاميل يغلي على طول على النار، مفضلش واقف قدامه اقلب فيه لحد ما يبدأ اللبن البارد يغلي. فما بيبقى سخن جنبي بيبقى على طول البشاميل، ما بياخدش 3 دقايق على النار. الدقيق والسمنة غلوا مهمت، نزلت عليهم باللبن السخن وبقلب كويس وبسرعة علشان ما يخرصش مني، لحد ما يربط ويبقى عامل زي المهلبية كده. البشاميل ده انا عايزه تقيل شوية، مش عايزه سايب. اهو يبدأ التقليب بقى على طول فيه لحد ما يلم، وقلب كويس علشان نفك التخريزة اللي فيه ديت. اهو زي ما انتم شايفين مسك في بعضه اهوت زي الفل، وهطلع بيه بره النار احطه جنبي. عندي ايه بقى؟ عندي 4 كوسات بالظبط وفصين توم. هقطع الكوسه بالشكل ده. انا باخد الموضوع على السريع خالص لان هو لا يحتمل ان احنا نطول في الفيديو. يعني 4 كوسات اللي عندي هقطعهم بالشكل ده زي ما انتم شايفين اهوت. يبقى عملنا سلقنا المكرونه وركناها، وعملنا البشاميل وركناه، وعندي 4 كوسات قطعتهم اهمت، وعندي فصين توم هقطعهم برضو بالسكين. ادي كل اللي عندي اهو. اخد التوم احطه على الكوسة اهوت زي ما انتم شايفين. ادي الكوسة اللي انا قطعتها 4 كوسات عليهم فص التوم، واخش على النار اشوف هعمل بهم ايه. اهو طاسة على النار فيها معلقة زيت، زي ما قلت لكم انا بحب اشتغل بزيت الذرة، بالنسبة لي احسن من السمنة احسن من الزبدة اهوت. حطيت معلقة الزيت، هتسخن هنزل فوق الزيت بالكوسة اللي انا قطعتها واللي انا جهزتها هي وفص التوم اهي، وهسيبها على النار 10 دقايق بالظبط. انا عايز الكوسة تطرى خالص، تطرى خالص، ترمي ميتها وتنشف وتطرى خالص من غير ما تلون. يعني بقلب بس فيها كده وهسيبها على النار اهي زي ما انتم شايفين. هي تهدي لها سنه فلفل اسود، وخلي بالكم من الملح، بنخف الملح خالص في اي مرحله. لحد دلوقتي انا ما حطيتش ملح لاني هحط جبن، فالجبن بترفع الملح، خدوا بالكم من الموضوع ده. اللي هيستعمل جبن ما يحطش ملح كتير، انا ما حطيتش ملح خالص لحد دلوقتي. ادي الكوسه قدامنا 4 كوسات بالظبط، عليهم شويه فلفل اسود وفص الثوم، وبنلفهم على النار لحد ما يتبلوا خالص. واحنا قبل كده سلقنا المكرونه 300 جرام مكرونه سلقناهم، وعملنا البشاميل معلقتين سمنه ومعلقتين دقيق ونص كيلو لبن يعني 2.5 كوبايات، وركناهم برضو جنبنا. وادي الكوسة قدامك اهيت، دبلت خالص وطرت وملونتش اهي، طلعت بيها بره النار. ادي الكوسة افضيها في حاجة غويطة وهنشوف هنعمل ايه بيها. نوع جديد وجميل وطعمه جميل فعلا بالامانة. حطيت الكوسة في الحلة، ونزلت عليها بالهاند بلندر، او ما عندكش هاند بلندر في الخلاط، لفتين في الخلاط، يا الهاند بلندر يا لفتين في الخلاط، يا ده او ده، شوف ايه اللي يريحك. اهو هرست الكوسه خالص
اهيت اهو، يا الهاند بلندر زي ما قلت، يا اما في الخلاط لحد ما توصل تبقى الكوسه بوريه كده زي ما انتم شايفين شكلها. طيب هنعمل ايه تاني؟ عندي البشاميل اهوت، هدي لها البشاميل اللي انا عامله للكوسه اللي احنا خدناها على النار مع فص الثوم ومعلقه الفلفل الاسود اهيت، وهرسناها بالهاند بلندر او بالخلاط، حطيت عليها البشاميل اللي انا عامله، بشاميل تقيل عشان كده قلت تقيل، بشاميل اللي هو خفيف هينزل على الكوسه دلوقتي يخليها ميه، عشان كده قلت لك انا عايز بشاميل تقيل اهو. ادي البشاميل اللي على الكوسه زي ما انتم شايفين، اقلبها كويس، احط كل البشاميل، يعني البشاميل اللي احنا عملناه هنستعمله كله مع الكوسه، اربع كوسات زي ما قلت بتقطعه وتلفه، والبشاميل نص كيلو لبن يعني كوبايتين ونص لبن. ادي المكرونه اللي انا سلقتها وبردت عليها بردت، هنزل عليها بنص الكوسه اللي انا حطيت عليها البشاميل، النص بس، نص الكوسه بس اهو، والنص التاني هنشوف هنعمل بايه. هقلب المكرونه مع البشاميل والكوسه كويس في بعضه، تقليبه كويسه اهوت، وزي ما قلت لك لحد دلوقتي ما اديتش اي بهارات ولا اديت اي ملح، اديت شويه فلفل اسود بس وهفرغ خليط المكرونه بالكوسه والبشاميل مع بعض في الصينيه بتاعتي اللي هتخش الفرن. هساوي وش الصينيه النوع ده جديد فعلا، وزي ما قلت هيعجبكم ان شاء الله، الحاجات دي بتبقى سهله في البيت، عندك ظروف مش لاحقه تطبخي، مش في اي مواضيع كده، فدي بتبقى على طول هتلزقها في الفرن وخلصت الليله على كده اهو. سويت وش الصينيه بتاعتي، وادي هحط على وشها بقى البشاميل والكوسه النص اللي انا خليته اهو، انا حطيت الكوسه والبشاميل، حطيت نصها خلطته مع المكرونه، والنص التاني حطيته على الوش اهوت، وهفرد الوش ده عليها اهو بالراحه كده، وزي ما قلت قبل كده اما بتحب الحاجه اللي انت بتعمليها بتطلع كويسه، يعني لما بتتعمل بنفس واهتمام بتطلع كويسه اهو. بنساوي الوش بتاعنا نساوي الوش بتاعنا اللي هو البشاميل والكوسه كويس اهوت، طرف بظهر المعلقه كده، مش محتاجه يعني اي مواضيع، بس عشان يبقى الشكل مظبوط، الشكل جمال يبقى مظبوط. عندي شوية، عندك أي نوع جبن، موزاريلا، رومي، شيدر، مبشورة، ورش على الوش، أنا حطيت جبنة رومي اهوت شوية على الوش، وعندي جبنة شيدر، والحاجات دي زي ما قلت موجودة في السوق ورخيصة جدا، مش معنى رخيصة إن أنا بتكلم في، لأ ده رخيصة رخيصة يعني، وبتترش على الوش أهو، قصدي معندتش مشكلة يعني، وكده مع الفرن على طول تاخد لون. ونشوف شكلها بعد ما خرجت، ما شاء الله زي الفل زي الفل والله، وطعمها هيعجبكم جدا جدا جدا، ما هو مكرونه جميل جدا بالكوسه اهو زي ما انتم شايفين، مش محتاجه كمان يعني ان انا اتكلم واقول يعني شكلها هو بيتكلم لنا، ناقص بس الطعم، والطعم ده انا ضمنه، الطعم ده انا ضمنه. وإذا عجبكم الفيديو اعملوا لنا لايك وشير واشتركوا في القناة، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، سلام عليكم.